استضيفوا مدينة مراكش المغربية. طبعا احنا بنتابع كل الاخبار الحفل ومنتظرين نشوفه بالليل. كلنا ثقة بإذن الله ان المغرب هتقدم حفل رائع جدا. نقول تمهيد كده ونقول بروفا لما ستقدمه المغرب في مونديال 2030. ده هيظهر يعني نقول ملامح كده، او هنفهم كده يعني مدى قدرتهم الرائعة. طبعا احنا متأكدين على تنظيم الأحداث الكروية الكبيرة والبطولات. مساء الخير عبد المجيد، أهلا بك معانا وسعداء إنك موجود معانا مرة جديدة في الكرة العربية. كلمنا عن الحفل، كيف استعدت المغرب ومدينة مراكش لهذا الحفل. كلمنا كمان عن يعني التوقعات، من سيفوز في رأيك بجوائز ذا بيست، وكيف ستكون المنافسة. أهلا بك مرة تانية، تفضل عبد المجيد. السلام عليكم، تحياتي لك ولكل زملاء نيسبور ولمتابعي برنامج الكرة العربية. إذا مدينة مراكش بالمغرب ستحتضن حفل جوائز الكاف لموسم 2023. القائمة المرشحة لجوائز الكاف ممثلة بالعديد من الأسماء المغربية، أبرزهم مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي المرشح للفوز بجائزة أفضل مدرب إفريقي بعد الإنجاز الأخير الذي قدمه مع المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر والحصول على المرتبة الرابعة عالميا. منافسة ستكون مع مدرب السنغالي أليو سيسي، وكذلك مع مدرب اتحاد العاصمة الجزائري سابقا عبد الحق بن شيخة الذي توج بكأس السوبر وكأس الكونفدرالية، بينما أليو سيسي توج بكأس أمم إفريقيا الأخيرة مع المنتخب السنغالي. بالنسبة لقائمة اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية الإفريقية، يوجد أشرف حكيمي الظهير الأيمن للمنتخب الوطني المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك محمد صلاح النجم المصري ونجم ليفربول الانجليزي، وكذلك فيكتور اوسيمين لاعب نابولي الايطالي والمنتخب النيجيري، بينما يوجد لاعب مغربي عبد الصمد الزلزولي في قائمه افضل لاعب شاب في افريقيا، جنبا الى الثنائي ديال المنتخب السنغالي امارا ديوف وكذلك لامين كامارا، هذا الثلاثي الشاب من افضل اللاعبين الان في قاره السمراء، لاعب المنتخب الوطني المغربي عبد الصمد الزلزولي ولاعب ريال بيتيس الاسباني. غالبا كل المؤشرات تشير بأن هذا اللاعب يستحق أن يكون أفضل لاعب شاب في إفريقيا، بينما قائمة أفضل حارس في إفريقيا الأنظار تتجه صوب ياسين بونو بعد الإنجاز اللي حققه مع إشبيلية، الفوز بالدوري الأوروبي كذلك مع المنتخب الوطني المغربي، كان سدا منيعا عبر الخشبة الثلاث ديال المنتخب الوطني المغربي، وساهم في الوصول للمنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم، والآن في الدوري السعودي مع الهلال يقدم مستويات كبيرة. إذا المنافسة ستكون مع الشناوي حارس الاهلي والمنتخب المصري، وكذلك اونانا حارس مانشستر يونايتد وحارس المنتخب السنغالي. بالنسبه للانديه المرشحه للفوز بافضل نادي في افريقيا، يوجد الوداد الرياضي وصيف السوبر ليج الافريقي مع سان داونز الذي توج بالبطوله الافريقيه في النسخه الاولى ديال السوبر ليج الافريقي، بينما الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا. المنتخب الوطني المغربي النسوي هو الاخر، اخ استاذ رانيا، حاضر في حفل جوائز الكاف وينافس نيجيريا وكذلك جنوب افريقيا على احسن منتخب افريقي نسوي. وشفنا المستوى اللي قدمه المنتخب الوطني المغربي النسوي في مونديال استراليا، التاهل الى الدور الثاني كان انجاز لاول مره يحقق منتخب عربي، صراحه انجاز كبير جدا حققه المنتخب الوطني المغربي النسوي، وهو الان حاضر في حفل الجوائز ديال الكاف، بينما ينافس بيدروس مدرب المنتخب الوطني المغربي على احسن مدرب في افريقيا مع نيجيريا والسنغال، وكذلك وجود ثلاث لاعبات من المنتخب الوطني المغربي النسوي، نسرين اتشارد في قائمه لافضل لاعبه شابه في افريقيا، وخديجه الرميش في قائمه افضل حارسه مرمى مع نيجيريا وجنوب افريقيا، وحضور ايضا لفاطمه التاجنوت في قائمه كافضل لاعبه في افريقيا. كذلك الانديه المغربيه النسويه حاضره، الجيش الملكي، كذلك سبورتينغ كازا، كذلك سان داونز، يعني الانجازات اللي حققتها الانديه المغربيه على مستوى الفئات النسويه الحمد لله انجازات كبيره استاذ رانيا. الجيش الملكي حصل على المرتبه الثالثه في دوري ابطال سبورتينغ كازا لاول مره، وصيف على حساب سان داونز الجنوب الافريقي على مستوى الانديه ديال المغربيه الانديه النسويه هنا في المغرب. بالنسبه
للانجازات اللي حققها المنتخب الوطني المغربي استاذ رانيا في مونديال قطر. غادي خلينا نشوفوا وليد الكراكي كافضل مدرب في افريقيا، كذلك حارس المرمى ياسين بونو. هذه الانجازات اللي حققتها الكره المغربيه في السنوات الاخيره خلتنا نشوفوا اسماء كبيره حاضره في الحفل ديال جوائز ديال الكاف بين هنا في مدينه مراكش بالمغرب. تحياتي لك استاذ رانيا ولكل مشاهدي برنامج الكره العربي. شكرك جدا عبد المجيد بو عسرية، يعني قدمت لنا يعني وصف رائع جدا للمرشحين او كل المرشحين لحفل جوائز الكاف. نتمنى باذن الله ان بعد الحفل كمان تكون معانا بقى وتعرفنا باذن الله الحلقه القادمه عن ردود فعل الجمهور المغربي عن الفائزين، وهل تحققت توقعات او رغبه الجمهور المغربي طبعا في فوز نجومه. كل بلد اكيد بترغب في ان نجمه هو اللي يفوز بجائزه ذا بيست، ولكن طبعا سواء مصر او المغرب او تونس او الجزائر او اي يعني فرقه او اي يعني دوله في افريقيا اكيدنا كلنا فزنا. فبنشكرك جدا عبد المجيد بو عسريه، وفي انتظار المزيد من رسائلك الرائعه. يعني انا اتمنى ان الجوائز ذا بيست في افريقيا يكون يحصل عليها لاعب عربي افريقي، خاصه برضو الانديه والمنتخبات اتمنى، ولكن مش دايما التمني هو اللي بيحصل يعني. لكن لما اشوف افضل لاعب انا شايف ان صلاح وحكيمي هم الابرز في الموضوع. ممكن الامور تتجه لحكيمي اكتر من صلاح في الفتره ديت لاعتبارات وجوده في كاس العالم، انجازات الجماعيه اللي قدمه بالظبط، الانجازات الجماعيه اللي قدمه واللي قدمه منتخب المغرب في كاس العالم. اعتقد ان هو هيحط سبوت كبير جدا على افضل مدرب وعلى افضل منتخب وعلى افضل لاعب، فاعتقد ان الجوائز ممكن تروح للمغرب بشكل كبير جدا، وخصوصا احنا عرفنا محمد صلاح مش هيحضر الحفله. دي مؤشرات طبعا، ده مؤشر طبعا، مؤشر عدم حضوره، لان لو هو يعني في معرفه ان ممكن ياخد الجائزه هيتواجد عشان يستلمها بنفسه طبعا زي ما استلمها قبل كده في 16 و17. ولكن انا شايف ان المغرب النهارده عندها فرصه كبيره جدا تحقق افضل لاعب مع حكيمي، افضل منتخب هو بطبيعي اللي قدمه في كاس العالم هو وليد الكراكي. اعتقد ان هم مؤثرين جدا جدا في اختيارهم النهارده كافضل مدرب وافضل منتخب في افريقيا. على مستوى الانديه اعتقد ممكن الامور تروح لسان داونز اكتر، لان النهارده سان داونز هو كسب الدوري الافريقي وده لاول مره ان هو بيحصل. ممكن تكون ليه الافضليه من ان الوداد او ان هو كان مركز تاني. الاهلي واخد بطوله افريقيا ما اقدرش اتناسى خالص النهارده، بس حسابيا في كوميرشال، في دعايه، في حاجات بتخش مش بس الارقام والبوينت اللي انت بتاخديها يعني. فاتمنى النادي الاهلي ان هو يحصل على افضل نادي، ولكن انا شايف ان صن داونز ممكن يكون الاقرب، ونستنى نشوف ان شاء الله النتائج بعد الحفله هتودينا فين.